قصف هائل، شهداء جدد ودمار واسع. في يوم آخر من الغارات المستمرة لطيران النظام وروسيا على أحياء حلب الواقعة تحت سيطرة الثوار، بعمل ممنهج المراكز الطبية نالت النصيب الأكبر من غارات اليوم، حيث تعرض المركز الطبي في حي بستان القصر للقصف بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وخروج المركز عن الخدمة، فيما تعرض مستوصف حي المرجة لغارات جوية أدت إلى دماره وتوقفه عن العمل. تعرض مركز المرجة لقصف من الطيران بصاروخ فراغي، طبعا المركز خرج كليا عن الخدمة، والمركز معروف للجميع، هو مركز طبي مدني ما له أي علاقة ولا له أي تواجد عسكري على الإطلاق، حتى في المنطقة ما في أي تواجد عسكري. أكثر من 10 مدنيين استشهدوا اليوم الجمعة، وأصيب العشرات في أحياء الفردوس والمعادي والقاطرجي والمشهد نتيجة غارات جوية من الطيران الحربي والمروحي استخدمت فيها البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية والألغام البحرية. محطة المياه والكهرباء في حي باب النيرب استهدفت أيضا بغارة جوية، ما أدى لاشتعال النيران في أجزاء منها وإصابتها بأضرار جسيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. تم استهداف شبكة المياه والكهرباء في منطقة حي باب النيرب، وقام الفريق الدفاع المدني على فور بإخماد الحريق والسيطرة الكاملة. لأول مرة في تاريخ حلب علقت مساجد المدينة أداء صلاة الجمعة بدعوة من المجلس الشرعي حفاظا على أرواح المصلين من القصف الهائل. رغم الإدانات الدولية وتنديد المنظمات الإنسانية، لم يرتدع نظام الأسد عن استهداف الأسواق والأحياء السكنية والبنى التحتية والمراكز الحيوية بهدف كسر إرادة الصامدين في المدينة كما يقول الأهالي. استعنت بالكلب حزب الشيطان ما طلع معك شيء، واستعنت بإيران ما طلع معك شيء، واستعنت بروسيا ما طلع معك شيء، وإن شاء الله سندوس على رأسك ورأس روسيا وعلى رأس إيران. يوم ثامن من القصف يبدو أنه لم ينل من صمود أهالي المدينة، حملة بربرية مستعرة كما سابقاتها خلال السنوات الخمس الماضية فيما تبقى حلب.